يا صباح الفل وصباح الخير والسعادة على حضراتكم في حلقة جديدة وفي يوم جديد من برنامجكم صباح البلد. إن شاء الله تقضوا معانا وقت جميل كده وتفرفشوا وتهيصوا، داخلين على ويك إند ومعاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 بمواضيع كتيرة مختلفة ومتنوعة. بس في البداية صباح على داليا. صباح الفل يا داليا. صباح الفل يا نهاية. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد. بنكون مع حضراتكم يوميا من الساعة 8 للساعة 10، بنجتهد يوميا نقدم لكم مواضيع جديدة ومختلفة. إن شاء الله تبسطوا معانا، أهم حاجة نكون ضيوف خفاف على قلوبكم وتبدأوا دايما يا رب كل أيامكم بضحكة حلوة وتنتهي بضحكة حلوة. خلينا كده نبدأ حلقتنا ونتكلم ونقول إن مفيش شك إن التواصل المباشر بين المسؤول وبين المواطن بيحط كده زي ما بنقول النقط على الحروف. طيب بيوضح كمان حقائق كتيرة جدا ممكن تكون غايبة، وبيأكد كمان على إن مصلحة المواطنين بتيجي دايما على رأس يعني أولويات الدولة والحكومة. خليني اقول لكم ان امبارح كان في مؤتمر صحفي مهم للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعاصمه الاداريه الجديده، وده بعد انتهاء اجتماع الحكومه مباشره، واكد فيه حرص الحكومه بصوره دوريه على الحديث للمواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للراي العام خلال هذه المرحله الدقيقه والاستثنائيه اللي بيمر بيها العالم كله، وخاصه ان مصر جزء لا يتجزأ من العالم وبتتاثر اكيد بتبعات الازمه العالميه. كمان رئيس الوزراء اكد ايضا اهتمام الدوله بدعم الفئات الاكثر احتياجا للدعم، وده من خلال التوسع في تطبيق برنامج تكافل وكرامه، بالاضافه كمان لافرار زيادات في دعم السلع التمويليه لهذه الفئات، وايضا زياده المرتبات وتوفير مختلف السلع الضروريه وتواجدها بكميات مناسبه، ده لتلبيه احتياجات المواطنين من تلك السلع. واكيد كان يعني مؤتمر هام جدا. اكيد يعني هذا مؤتمر صحفي مهم لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعايزه اقول لكم ان من خلال المؤتمر ده امبارح تضمن تفاصيل كتير جدا مهمه بتوضح حقائق يمكن تكون غايبه عننا احنا كمواطنين. من أهم هذه المحاور اللي أشار ليها رئيس الوزراء امبارح هو المحور الخاص بتشجيع الاستثمار، وأشار كمان إلى إصدار قرار بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي وتنفيذها على أرض الواقع. وأيضا تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر، فده هيكون في النص الأول من عام 2023. أكد كمان أن المستثمر اللي يرغب في الحصول على الرخصة الذهبية يقدر يقدم عليها مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات، ده طبعا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقال كمان ووضح أن مجلس الوزراء أطلق رابط على موقعه الإلكتروني لا علشان تقدر تلقي عليه طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية واللي أطلقتها الحكومة طبعا لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها كمان خاصة العاملة في مجال الصناعة، كل ده طبعا لتسهيل إن شاء الله كل الناس اللي عايزة تستثمر عندنا هنا في مصر، لأن هو ده الجو اللي احنا بنحاول نوفره بقالنا مدة طويلة لبلدنا في مصر. أكيد زالي عندك حق، ودايما مصر دايما تكون في تقدم في ازدهار. إيه رأيك نروح كده نقول للسادة المشاهدين فقراتنا إيه النهاردة؟ معنا فقرات متنوعة إن شاء الله تعجبكم، هتكون البداية مع أبرز وأهم الأخبار ومنشطات الصحف، وهيكون معانا فيها الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. فقرتنا الثانية النهاردة كالعادة كده بنفصل معاكم فيها بتكون فقرة فنية لطيفة وخفيفة، ضفنا فيها فنان جميل درس مسرح وتألق في أعمال السينما والدراما، ضفنا النهاردة هو الفنان حسن عيد. دلوقتي بقى خلينا كده بعد ما استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا إيه النهاردة نطمنكم على حالة الطقس النهاردة أخبارها إيه ونهاية تقول لنا التفاصيل. تعالوا بينا نتعرف على حالة الطقس النهارده. بتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، أما معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء. تعالوا بينا كده نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهارده على بعض محافظات الجمهورية. نبتديها مع بعض بالقاهرة، لتكون العظمى فيها 24 أما الصغرى 14، الإسكندرية 23-13، الإسماعيلية 25-12، الدقهلية 24-14، الغردقة 26-17، والمنيا 24-10. وبالنسبة كمان لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياضة تكون العظمى فيها 24 أما الصغرى 14، في أبوظبي 28-14، أنقرة 13-3،
لندن 3-3 تحت الصفر، واشنطن 13-3 واخيرا بكين لاكون العظمى فيها 8 اما الصغرى 6 تحت الصفر. بعد ما طمناكم كده على احوال الطقس النهارده، خلينا دلوقتي نطمنكم على اسعار العملات والذهب النهارده اخبارها ايه، ونبدا مع اسعار العملات والبدايه مع الدولار الامريكي. سجل النهارده الدولار الامريكي للشراء 24 جنيه 57 قرش، اما للبيع 24 جنيه 66 قرش. اليورو سجل النهارده للشراء 25 جنيه 78 قرش، اما للبيع 25 جنيه 88 قرش. جنيه استرليني سجل النهارده للشراء 29 جنيه 85 قرش، اما للبيع 29 جنيه 96 قرش. الريال السعودي سجل النهارده للشراء 6 جنيه 53 قرش، اما للبيع 6 جنيه 55 قرش. دينار الكويتي سجل النهارده للشراء 80 جنيه و2 قرش، اما للبيع 80 جنيه و33 قرش. خليني كمان دلوقتي كده اطمنكم على اسعار الذهب النهارده اخبارها ايه، ونبدا مع عيار 18. عيار 18 سجل النهارده 1474 جنيه، عيار 21 سجل 1720 جنيه، عيار 24 سجل 1966 جنيه، واخيرا جنيه الذهب سجل النهارده 13760 جنيه. دلوقتي بقى بيجي ميعاد جولتنا حول العالم، وفي جولتنا النهارده هنشوف مهرجان النحت على الجليد في اسبانيا، وكمان هنشوف سباق سانتا كلوز في اسكتلندا، وغيرها من الفيديوهات اللي اخترناها لكم من كل مكان في العالم. تعالوا بينا نروح نتابع جولتنا. شكرا نهاد، صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، والان موعدنا مع موجز لاهم الاخبار. تدشن الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي اليوم برنامج وقايه للطلاب من تعاطي المخدرات، حيث سيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني في 6000 مدرسه على مستوى الجمهوريه. كما ستشهد الوزيره مع معرض محاكاة للأنشطة الوقائية التي سيتم تنفيذها في المدارس لتوعية الطلاب بأضرار المواد المخدرة. يفتتح جهاز تنمية المشروعات اليوم معرض صنع في دمياط للأثاث في دورته الثالثة، وذلك بمشاركة عشرات العارضين من صناع الأثاث الدمياطي. ينظم جهاز تنمية المشروعات المعرض بالتنسيق والتعاون مع محافظة دمياط خلال الفترة من 8 حتى 17 من ديسمبر الجاري. تنطلق اليوم فعاليات الدورة 15 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، ويستمر حتى 22 من ديسمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. تستضيف مدينة الغردقة فعاليات المؤتمر الدولي الأول للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 8 حتى 11 من ديسمبر الجاري، والذي تنظمه الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء. يشارك في المؤتمر عدد من الدول، ومنها روسيا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الصين، السعودية، الإمارات، البحرين، الجزائر وتونس. وعربيا، يتوجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم ممثلا عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والوفد الرسمي المرافق له إلى المملكة العربية السعودية لترأس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية، والمقرر عقدهم في العاصمة الرياض. وأخيرا رياضيا، تقام اليوم 4 مباريات في إطار منافسات الجولة 6 من بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي في تمام الساعة 3 إلى الربع عصرا فريق سموحة مع منافسه أسوان، فيما يواجه في نفس التوقيت فريق إنبي منافسه حرس الحدود. كما يلتقي في تمام الساعة 5 عصرا فريق فيوتشر اف سي مع منافسه الاتحاد السكندري، فيما تختتم مباريات الدوري اليوم بمواجهة فريقي سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، وذلك في تمام الساعة 7 مساء.
نهاية الموجز، بشكر حضراتكم على كرم المتابعة. دلوقتي هنروح مرة تانية لزملائي نهاد وداليا لاستكمال فقرات صباح البلد. برحب بحضراتكم مرة تانية. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. مشاركنا النهاردة في فقرتنا ضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. صباح الفل دكتور مختار، بكون سعداء أكيد بوجود حضرتك معنا. صباح الخير عليك وعلى مشاهديك، دايما بكون أكثر سعادة. أشكرك دكتور مختار، وأكيد النهاردة بما إن حضرتك موجود فطبعا الأكيد والأساسي في شأن محلي وشأن عربي ودولي، إن تخصص حضرتك بالشكل الأكبر. اسمح لي إن شاء الله نبدأ مع حضرتك جولتنا بإذن الله بهذا الخبر الهام، حيث نستهل جولتنا مع حضراتكم بهذا الخبر. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية. وكان في استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. بدعو حضراتكم دلوقتي لمتابعة مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية. وكان في استقبال سيادتي بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها وصولاً لكشف الهيئة. وقد ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة. وشدد سيادته عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من المجتمع، حيث تمنى سيادته للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتدرب، والتي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة. إذن تابعنا مع حضراتكم هذا التقرير الهام اللي بيرصد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية واطلاعه على اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين. كل التوفيق إن شاء الله للطلبة الجدد. بعاود مرة أخرى مع حضراتكم الترحيب بضيفي الكريم الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، للتعليق على هذا الخبر. دكتور مختار، بعاود يعني الترحيب بحضرتك، وخلينا ننظر إلى هذه الزيارة. هذه لم تكن الزيارة الأولى، وبالطبع صحيح.
لن تكون الأخيرة، لأن هذه إذا أردنا أن نطلق عليها فهي سنة حسنة سنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية والعديد من القوات العسكرية وأكاديمية الشرطة، وليها العديد من المحاور والأهداف والرسائل الهامة، يمكن كما ذكر التقرير الدعم والتحفيز ورفع الروح المعنوية للطلبة الجدد، اطلاعهم على التحديات الداخلية والخارجية، كل دول هم قادة المستقبل ودرع الوطن وحاميه ضد أي عدو تسول له نفسه المساس بتراب هذا الوطن. أيضا يعني لو أردنا أن احنا ننظر كده للمعاني السامية لهذه الزيارة نجد أنها رسالة لكل قائد وكل مدير في أي مكان بأن هو أهم استثمار هو الاستثمار في البشر. صحيح. كيف تابعت هذه الزيارة خاصة وأن احنا كنا في عهود سابقة لم نشاهد الرؤساء إلا في حفلات التخرج أو العروض العسكرية مش من بداية اكتشافات يعني كشف الهيئة؟ صحيح. أنت قلت الكلام اللي أنا كنت هقوله كله. لا لا عفوا يا فندم اتفضل، حضرتك طبعا عندك معلومات وفيرة. يعني بالتأكيد أنت تحدثت أن هي سنة حسنة، وفعلا دي سنة حسنة بيحرص عليها سيادة الرئيس بشكل دوري أن يكون حاضر لكل معظم الاختبارات دايما اللي بتقام بالنسبة للكليات العسكرية أو بتقام بالنسبة لأكاديمية الشرطة. أنت بتدي رسالتين مهمتين، الرسالة الأولى بتدي قيمة معنوية للطلبة وقيمة أدبية للطلبة في بداية دخوله هذا المعترك الجديد بالنسبة له، وإلى حد كبير جدا بتبقى شكل من أشكال النقاش والتوضيح ما بين سيادة الرئيس وما بين هؤلاء الطلبة، ربما في الشأن الداخلي، ربما في الشأن الإقليمي، ربما في الشأن الدولي، وإلى حد كبير جدا يعني الطالب بياخد ثقة عند دخوله هذه الكلية، وإحنا عارفين أن الكليات العسكرية يعني حصن رجال بشكل كبير وهي حصن الأمان بالنسبة لهذا الوطن العزيز، ومعلوم أنه جيشنا بترتيبه وقوته وتأثيره في هذه المنطقة المضطربة ما بين التاسع وما بين الثاني عشر، فإلى حد كبير جدا هذه سنة حسنة نتمنى لسيادة الرئيس الدوام عليها، لأن بتعطي للطالب الأمل وبتعطي للطالب القوة وبتعطي للطالب الحافز المهم جدا للدخول لمثل هذه الكلية. أكيد، ده جزء أصيل من اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشباب مصر بشكل عام في كل التخصصات. خلينا ننتقل مع حضرتك والسادة المشاهدين لخبر آخر هام، ومؤتمر صحفي عقده يعني دكتور مصطفى مدبولي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ونستعرض أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة بصورة دورية على الحديث إلى المواطنين والخبراء فيما يثار من قضايا واتجاهات للرأي العام خلال هذه المرحلة الدقيقة والاستثنائية التي يمر بها العالم، وخاصة أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بتبعات الأزمة العالمية. تحدث رئيس الوزراء عن شقين، الأول يتعلق برؤية الحكومة وخطتها في مجابهة الأزمات العالمية، والثاني هو سبل التحرك من قبل الحكومة لتوفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن وكيفية التعامل مع ظهور المستمر للأزمات في إطار ارتفاع الأسعار لبعض السلع أو اختفاء البعض الآخر من حين لآخر وكيفية التعامل مع هذا الأمر. وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا للدعم، وذلك من خلال التوسع في تطبيق برنامج تكافل وكرامة إلى جانب إقرار زيادات في دعم السلع التموينية لتلك الفئات، فضلا عن زيادة المرتبات. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بوضع آلية لتمكين وتشجيع القطاع الخاص على نحو فعال وسريع، وبناء عليه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والجهات ذات الصلة لإصدار الرخصة الذهبية بهدف تيسير مناخ الاستثمار، وتعمل اللجنة على تلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على تلك الرخصة الذهبية التي وضع مجلس الوزراء بالفعل قرارات بالضوابط والمشروعات التي يمكن أن تحصل على تلك الرخصة، وعليه تم اعتماده منذ أيام قليلة في أول اجتماع للجنة عدد 8 مشروعات بصورة مبدئية، وتوجد سلسلة من المشروعات التي سوف تؤهل لاحقا. الحقيقة كان مؤتمر صحفي مهم جدا دكتور مختار، لأنه كان فيه مكشفة ومصارحة وإزالة حالة الضبابية اللي عند البعض، ده طبعا بخلاف بقى يعني الرد على تساؤلات كثيرة أثيرت حول الاقتصاد المصري وأداء الاقتصاد المصري. إذا تحدثنا عن هذا المؤتمر هنجد زي ما ذكرنا في الخبر فيه العديد من النقاط المهمة، في الحديث عن الرخصة الذهبية والسرعة والمرونة والحوكمة، في الحديث عن جذب الاستثمارات بقيمة 9 مليار دولار خلال العام الحالي، ويمكن ده من هو الأكبر من 15 عام. ذكر أيضا
المؤتمر العالمي للترويج للاستثمارات العالمية في النصف الأول من عام 2023، ودي كانت حاجة من الحاجات الجديدة الحقيقة، وثيقة ملكية الدولة. والحقيقة حضرتك تشرفتنا قبل كده بالحديث عن هذا الأمر، وأن 85% حصل عليه قبول من قبل الخبراء و1000 خبير تقريبا في العديد من النقاط اللي تحدث عنها السيد رئيس الوزراء. أداء البورصة حاليا وأنه أداء إيجابي، تحدث أيضا عن فكرة الدعم للسلع التموينية وأنه مستمر للأكثر احتياجا، والعديد من يعني ضبط الأسواق بميزان حساس كما ذكر رئيس مجلس الوزراء. أهم النقاط حضرتك توقفت عنها عندها دكتور مختار، وكيف ترى خطوات الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات الحالية؟ شوفي، يعني الخطوة الأهم من وجهة نظر هي مسألة الرخصة الذهبية، لأنك أنت في تحدي لجذب الاستثمارات بالنسبة لك أن تأتي إلى الداخل. أنت عملت المحور الثاني لقناة السويس والمنطقة الصناعية أو المنطقة الاستثمارية ما بين المحور القديم والمحور الجديد بغرض جذب استثمارات ضخمة في هذه المنطقة. أنت في بناء عملية بنية تحتية وبناء عواصم جديدة ومدن جديدة، محتاجة بشكل أو بآخر أن تكون جنب هذه المدن مدن صناعية، ومش هتأتي المدن الصناعية دون قواعد استثمارية مشجعة للاستثمار اللي بيأتي من الخارج. أنت عايزة تصل في مرحلة أنك أنت يبقى عندك كل الصناعات، الصين أصبحت الورشة الصناعية الأولى على مستوى العالم بس بالمشروعات أو الصناعات الصغيرة والمتناهيات الصغر والمتوسطة، وإنت محتاجة أنك أنت تعملي عملية بناء لده. مسألة الرخصة الذهبية سهلت على المستثمر مسألة كثيرة جدا، إذا كنت هتبدأ في مشروع تعالى أديك الرخصة، وأثناء سريان هذا المشروع أنت خلص إجراءاتك وإنهي إجراءاتك، ما تنهيش إجراءاتك الأول. عكسنا الخطوات. دي مسألة قضاء على بيروقراطية جدا من الموازين في هذا النطاق. الملمس الأهم من وجهة نظري في كلمة معالي رئيس الوزراء هي مسألة الرخصة الذهبية، لأن احنا في أمس الحاجة إلى مسألة ضخ استثمارات جديدة عشان نقدر نعوض جزء كبير جدا مما نحتاجه، خصوصا في ظل أزمة ما عندكيش أفق زمني لنهايتها. الأزمة الأوكرانية مفتوحة والوضع على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي ملتهب، وانت قدرك انك انت في منطقة ساخنة، أقصد منطقة الشرق الأوسط ومحيطك الإقليمي، فما عندكيش بديل سوى جذب استثمارات عشان تقدري تعتمدي على نفسك في الداخل وتقدري تعملي عملية اكتفاء ذاتي ليكي في كثير جدا من الأمور. هذا هو الملمس الأهم في كلمة السيدة الرئيس. لأن الدكتور مصطفى مدبولي زي ما حضرتك أشرت دكتور مختار ركز على هذا الأمر، وقال حتى إن في لجنة بيتم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتنظر للعديد من المشروعات، بيتم عقدها بشكل أسبوعي أو على حد أقصى أسبوعين، وبعد كده بترسل المشروعات الموافقة المتفق عليها لهيئة الاستثمار بتستخرج الرخصة في خلال 20 يوم حد أقصى 20 يوم عمل. فده ايضا تسريع للوتيره زي ما حضرتك اكدت وذكرت. طبعا طبعا مفيش كلام، وجزء كبير جدا من المؤتمرات الاقتصاديه اللي انت بتعمليها اصلا في مصر او المؤتمرات الاقتصاديه اللي انت بتحضرها في الخارج الاساس فيها هو جذب هذه الاستثمارات. انت في النهايه عايزه تتحولي الى دوله صناعيه وتضيف لاقتصادك معول مهم جدا وهو التصدير الى الخارج، ومش هيتاتى ده دون وجود مشاريع يعني قادره على المنافسه في الداخل. اكيد، وكلها يعني خطوات واجراءات بتتخذها الدوله المصريه للتسريع من وتيره جذب العديد من الاستثمارات في هذا الوقت والتبعات الاقتصاديه للازمه الروسيه الاوكرانيه. خلينا ننتقل مع حضرتك لخبر اخر هام، حيث اكد وفد مصر بالامم المتحده في نيويورك خلال جلسه الجمعيه العامه للامم المتحده حول سبل تعزيز التنسيق لتقديم المساعدات الانسانيه أن التهديدات الإنسانية التي يشهدها العالم أضافت أعباء على العديد من المجتمعات في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعطل سلاسل الإمداد واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأضاف وفد مصر أن تنامي التحديات الإنسانية يؤكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتوفير الحماية للعاملين بالمجالين الطبي والإنساني، كما أشار إلى ضرورة مواصلة دفع الحلول السياسية لتسوية النزاعات وفقا لمعايير ثابتة تتسق وميثاق الأمم المتحدة، بجانب الاستثمار في صون مؤسسات الدولة وبناء قدرتها على مواجهة التحديات لضمان استدامة السلم والاستقرار. واستعرض وفد مصر أيضا دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن استضافة مصر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، والذي يهدف لدعم المؤسسات
المؤسسات الوطنية وتعزيز الحكم الرشيد وضمان استدامة السلم في إطار حرص مصر الثابت على دعم الاستقرار والتنمية بالدول الأفريقية الشقيقة. دائما في حديث مصر لم تتحدث عن نفسها فقط، ولكن تتحدث دائما بالنيابة عن الدول العربية والقارة الأفريقية تحديدا، وهي قلب القارة الأفريقية. يعني شفنا ده جليا مش بس في هذه الكلمة في كوب 27 ومبادرة السلام من أرض السلام، ويعني دعوة مصر الواضحة والصريحة للوقوف الأزمة الروسية الأوكرانية ولما لها تبعات من الدول النامية. كيف تبعت هذه الكلمة في ظل دور مصر الريادي والمحوري في المنطقة والعالم بشكل عام؟ شوفي، يعني هذه كلمة تحمل في طياتها الكثير جدا من الأماني على نطاق الدولة ونطاق الأقليم. الأماني بمعنى أنك أنت عايزة تصلي في مراحل الصراعات وعلى نطاق الدولي التزام بقواعد الشرعية الدولية والتزام بقواعد القانون الدولي، وأنه يكون السلام هو هدف سامي وغيره من مثل هذه الأمور. بس حقيقة الصراعات الدولية إلى حد كبير جدا معقدة، بتاخد شكل تاني في هذا الأمر، وانعكاساتها السلبية بتبقى انعكاسات ضخمة. الأزمة الأوكرانية أثرت في ثلاث أمور جدا، أثرت في أزمة الطاقة والغذاء، وأثرت في أزمة الغاز، وأثرت في أزمة الغذاء. أزمة الغذاء تحديدا تضررت منها كثير جدا من الدول الفقيرة أو الدول الأكثر هشاشة. على رأس هذه الدول القارة الأفريقية، 22 دولة من عداد دول القارة الأفريقية مصنفين دول فقيرة وأكثر هشاشة. خد على ده دول في العالم العربي، خد على ده دول في أمريكا اللاتينية. فهذه كلمة إلى حد كبير جدا تعطي رؤية مصرية في آليات التعامل مع الصراعات على نطاق الدولي ونطاق الإقليمي وفق معايير لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني. نتمنى للدول الكبرى أن تلتزم بده، خصوصا في ظل صراعات لن تنتهي بين الولايات المتحدة الأمريكية أو ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والروس والصينيين، ودي إلى حد كبير جدا بتقلب موازين وقواعد كثير جدا من الصراعات على نطاق الدولي والإقليمي. أكيد دكتور مختار، وبذكر حضرتك لدور مصر الإقليمي الهام في القارة الأفريقية، لازلنا بنتحدث عن الأصداء الخاصة بكوب 27 وهذا النجاح المدوي لازال يتحدث عنه جميع العالم الحقيقة ودول العالم. حيث أشاد الدكتور محمد رسول طرونة المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بنتائج وتوصيات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27، مؤكدا أن هذه النتائج ستكون بداية واقعية لمواجهة التحديات المناخية. وقال طرونة في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان إن رئاسة مصر للدورة 27 لهذا المؤتمر الدولي وقيادتها خلال عام حتى الدورة 28 في الإمارات تمثل نقطة انطلاق فاعلة لوضع استراتيجية واقعية لمواجهة الأمراض التي سببتها التحديات المناخية خلال السنوات الماضية. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية والتي شاركت في كوب 27 تنظر بإيجابية مطلقة لهذه الدورة والنتائج والتوصيات التي خرجت وبها، مؤكدا أن مصر لعبت دورا كبيرا مع الشركاء الدوليين للوصول إلى هذه النتائج والتوصيات. عودة إلى الماضي والشهر اللي فات كوب 27 والأصداء النجاح، والحقيقة تحدثنا عن هذه الأصداء كثيرا، ولكن توقفت هنا عند نقطتين. النقطة الأولى هي نجاح مصر في هذه الخطوات الهامة والاستباقية التي قامت بها، ولعل من أهمها وأبرزها هو وضع على جدول أعمال كوب 27 الخسائر والأضرار. والجميع وصفوا هذه صندوق، إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، بأنه انتصار عالمي لمؤتمرات تغيرات المناخ على الدورات السابقة كلها، لأن ده انتصار للدول النامية والقارة الأفريقية بشكل عام. أيضا كان للمرة الأولى منظمة الصحة العالمية بتشارك بشكل فعال في كوب 27 هذا العام، وربطت ربط كده يمكن يعني محمد الطراونة دكتور محمد رسول الطراونة تحدث عن هذا الأمر، وهو تأثير السلبي للتغيرات المناخية على صحة الإنسان وتأثير الإنسان على التغيرات، يعني العلاقة التبادلية. وكان هذا الربط ربط جديد يعني، وحاولت أنها تضع حلول لي. يعني لسه التفاعلات الدولية مستمرة مع أصداء كوب 27، خاصة أن مصر لسه هتترأس الدورة لحد تسلمها لدولة الإمارات. من بداية حديث العالم عن مسألة التغيرات المناخية في قمة الأرض اللي عقدت في البرازيل 1992، ثم بداية عد القمة من 1994، العالم كله هيقف أمام ثلاث قمة. 97 في اليابان والبروتوكولات كيوتو، 2015 في باريس، 2022 في شرم الشيخ.
دي اهم ثلاث مؤتمرات عقد على مستوى العالم مرتبطين بالتغيرات المناخيه. ده مش رايي انا، ده راي كثير جدا من الخبراء والمحللين وراي كثير جدا من مراكز الابحاث. لانك انت في كوب 27 نجحت في نقطه مهمه جدا في اخر يوم من ايام المؤتمر، والمؤتمر امتد يوم ولا يومين، هو مبدا التعويضات اللي الى حد كبير جدا وضعتيه على مستوى القوى العظمى، لانك انت عايزه توصلي لمرحله التزام بالنسبه للقوى الكبيره. في النهايه دول فقيره بتتضرر، وفي النهاية شعوب فقيرة أو أكثر هشاشة عندها تأثيرات كبيرة جدا، ودول عظمى. أنا عند الصين والولايات المتحدة الأمريكية 40% من التغيرات المناخية على مستوى العالم هم المسؤولين، اثنين دولتين فيهم. فهم الأكثر. الولايات المتحدة الأمريكية قالت هندفع 150 مليون دولار، وفي وقت من الأوقات قالوا 500 مليون دولار وهكذا. لكن بشكل أو بآخر صندوق التعويضات ده أنا متصور نجاح هيظل لكوب 27 وغيره من كثير جدا من الورش التي عقدت خصوصا المرتبطة بالساحة الأفريقية. والحقيقة خلينا أقول لك سريعا كده تلغرافيا، نسمن الدور المصري اللي هي بدأت تعاود رحاها للتأثير داخل دول القارة الأفريقية في ظل هذا التهافت الإقليمي والدولة عليه. 55 دولة، كتلة تصويتية لا يستهان بها، ساحة لتسويق منتجات، ساحة لجلب المادة الخام، دول بكر تستطيع انك انت تنشري فيها مشروعات وتعملي فيها بنية تحتية كبيرة جدا، ومصر مدخل مهم جدا للقارة الأفريقية بكل تأكيد. مصر دائما هي محور، يعني دورها محوري وريادي في المنطقة. وخليني اخد بقى من هذا الأمر نروح للخبر التالي، ويعني زيارة بقى الرئيس الصيني هدخش على الشأن العربي بقى. نبدأ في الشأن العربي. وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين إلى الرياض مساء أمس في زيارة رسمية إلى السعودية. ومن المنتظر أن تستمر زيارة الرئيس الصيني إلى الرياض لمدة 3 أيام في أكبر نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي، وفقا لوصف الخارجية الصينية. يتضمن برنامج زيارة الرئيس الصيني عقد 3 قمم، قمة سعودية صينية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني ومشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وتناقش القمم الثلاث تعزيز العلاقات في كافة المجالات. بالتأكيد هي زيارة هامة جدا دكتور مختار، ولو يعني نظرنا لزيارات الرئيس الصيني فهي زيارات عزيزة نوعا ما، يعني يمكن دي الزيارة الثالثة لي الخارجية من وقت جائحة كورونا 2019، طبعا غير بقى منظمة شنغهاي، ويعني الحقيقة في بالي كمان اندونيسيا. الزيارة دي زيارة هامة لأنها بتأتي في إطار العلاقات الصينية العربية بشكل عام والخليجية تحديدا. طبعا في تعاون تجاري واقتصادي ممتد على مر السنين، ولكن دلوقتي في تغير لخريطة العالم، وحضرتك دائما ما تحدثنا على تغير قوى دول العالم بالضبط، موازين القوى مختلفة. لو نظرنا بس لعلاقات مصر الصينية هنجد أنها السنة اللي فاتت كانت بتحتفل بمرور 65 عام على إنشاء العلاقات الدبلوماسية الصينية المصرية، ومصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات قوية مع جمهورية الصين الشعبية في العديد من المشروعات. كيف تنظر لأهمية هذه القمة، وما هو المقرر أن يتم مناقشته فيها حتى الخروج من هذه الأزمات العالمية؟ شوفي أنا هاخدك تلغرافيا يعني في عناوين كده، لأنه مش هنقدر نحصر كل حاجة. عندما تتحدثي عن الصين تتحدثي عن الزلزال القادم لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية اللي بدت الولايات المتحدة الأمريكية تعمل له مليون حساب. الجزئية الثانية، ودي جزئية مهمة جدا، أنه حجم التجارة البينية بين الصين وبين العالم العربي ارتفع إلى 319 مليار دولار 2021-2022. أربع دول عربية بدأت تدخل اللغة الصينية لغة أساسية من ضمن اللغات الأساسية فيها. 15 جامعة على مستوى العالم العربي بدأت اللغة الصينية تخش كلغة تدريس. 12 دولة على مستوى العالم العربي لهم علاقات استراتيجية بالصين. 20 دولة على مستوى العالم العربي ضمن خط الحرير او خط التجاره بقى اللي هو الخط الممتد من الصين للعالم كله. مظبوط. فالصين بدات تعزز وجودها، هي اكبر مستثمر داخل الساحه الافريقيه، المصنع الاول في العالم، 250 يعني شركه من كبريات الشركات. الصين بالمناسبه لها اكثر من 200 مشروع في العالم العربي، اصبحت دوله اساسيه في مجال البنيه التحتيه والطاقه، واصبحت منافس شديد البأس. العالم قادم على تغييرات يعني جو سياسية في منتهى الخطورة. دايما أكرر وكررت معك هنا في أكثر من لقاء،
الولايات المتحدة الأمريكية في أخطر مراحلها، وهي مرحلة الترهل الإمبراطوري. المنافس الأكبر ليها ليس الروس عسكريا باعتمارهم القوة النووية الأولى على مستوى العالم، ولكن الصين اقتصاديا، هذه هي الورشة الصناعية الأولى على مستوى العالم. يعني بكل تأكيد هنتابع إن شاء الله يعني مع حضرتك وبعد كده السادة المشاهدين بإذن الله هذه القمة ونتائجها وأهم ما يجري فيها، خاصة أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحضر أحد هذه القمة وهي القمة العربية الصينية. خلينا ننتقل مع حضرتك والسادة المشاهدين ونختم جولتنا في صحافة النهاردة من الشأن الدولي بقى والحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة، حيث فرضت دول أوروبا عقوبات جديدة على الجيش الروسي، شملت العقوبات الأوروبية بنوكا وشخصيات روسية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كليبا أنه تم إرسال 31 طرد مشبوه إلى سفارات وقنصليات أوكرانية في 15 دولة، مشيرا إلى أن حملة الإرهاب ضد الدبلوماسيين الأوكرانيين غير مسبوقة ليس فقط في سياق أوكرانيا ولكن أيضا على المستوى العالمي. وأضاف في منشور له على فيسبوك في اليومين الماضيين تم إرسال طرود مشبوهة إلى السفارات في إيطاليا، بولندا، البرتغال، رومانيا، الدنمارك، وكذلك القنصلية في جانداسك ببولندا. وفي المجمل لدينا بالفعل 31 حالة في 15 دولة، النمسا، الفاتيكان، الدنمارك، أسبانيا، إيطاليا، كازاخستان، هولندا، بولندا ورومانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجر وفرنسا وكرواتيا وجمهورية تشيك. يعني تقريبا ما فيش دولة أوروبية لم تذكر في هذه الطرود، وشفنا أسبانيا حتى كمان يعني كان لها نصيب كبير من هذه الطرود. في بعض التصريحات الجديدة ليس فقط لوزير الخارجية الأوكراني، في تصريحات من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان بيتحدث بالأمس أن هناك خطر قادم لأوكرانيا وأن روسيا الاتحادية هي السبيل الأوحد لضمان استقرار أوكرانيا، عندما تحدث عن القوميين البولنديين ورغبتهم في الاستيلاء على الغرب الأوكراني. هذا التصريح كان الحقيقة غريب نوعا ما، وصفه بعض الخبراء بأنه يعني لا بصي هند هو مش غريب، لأن بولندا مرشحة للصدام، دول بحر البلطيق الثلاثة أستونيا ولاتفيا ولتوانيا مرشحة للصدام، فنلندا والسويد مرشحه للصدام. شوفي انا قررت لك السبع دول دول ست دول دول فنلندا والسويد المرشحتين للانضمام الى حلف الناتو، دول بحر البلطيق الثلاثه لانه مزعجين للروس خصوصا خطايا الغاز الخارج من روسيا ذهب الى الدول العالم الغربي او الاتحاد الاوروبي، ثم بولندا الهدف الاسمى للعالم الغربي في دخول كامل المساعدات الى اوكرانيا. الولايات المتحده الامريكيه لم تدرك والعالم الغربي لم يدرك ان اوكرانيا هبه السماء، وأن التنازل الروس عن أوكرانيا مسألة مستحيلة، كما أن تنازل الصين عن تايوان مسألة شبه مستحيلة. هذا أمر مقدر. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن مسألة أوكرانيا ليست المقصود بها الحفاظ على أوكرانيا، ولكن تدرك أن الهدف الأساسي من أوكرانيا هو إنهاء هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية كقطب وحيد على مستوى العالم. هذه مسألة، وأنا يمكن بكرر كلامي اللي أنا قلته في الكلام السابق عن الصين وغيره من هذا الأمر، لأن الصين بتنضم إلى الروس في هذه المسألة، وهناك شبه توافق تام استراتيجي ما بين الصين وما بين الروس، خصوصا فيما هو مرتبط بتايوان وفيما هو مرتبط بأوكرانيا. السؤال الأكثر وجاهة واللي بيطرح نفسه في نطاق مراكز كثير جدا من الأبحاث على نطاق الدولي، بولندا إلى أين؟ دول بحر البلطيق إلى أين؟ فنلندا والسويد إلى أين؟ إرهاصات هذه الحرب هتطول إلى متى؟ أنا من وجهة نظري لن تقف عند حدود أوكرانيا، هناك دول كثيرة جدا مرشحة ستدخل فيها طبعا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تجابه وجودها كقوة عظمى على مستوى العالم، والروس والصينيين بيقولوا خلاص المسألة دي انتهت وخلاص عفى عليك الزمن ودي سنة الحياة، وهناك أقطاب أخرى صاعدة على رأسها الصين وعلى رأسها الروس، وربما الهند قادمة، ربما اليابان مرشحة، ربما ألمانيا الغاضبة من الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر الخاسرين من هذه الحرب مرشحة أن تكون قوة عظمى. يعني سنرى موازين القوى الجديدة زي ما حضرتك دايما بتطلق عليها هذا المصطلح في ظل الحقيقة تلويح كمان بحرب نووية نأمل ألا تحدث إن شاء الله طبعا في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور مختار قبيش نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على كل هذه المعلومات الوفيرة والتبسيط غير المخل دائما دكتور مختار. أشكركم مشاهدينا على كرم المتابعة، بكده بتكون انتهت جولتنا الإخبارية، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا باكم مع بهذا الفاصل.
خدناكم كده معانا في رحله من اعمال الفنان الجميل اللي منورني النهارده. يعني خليني اقول لكم ان ضيفي النهارده اللي انتوا لسه شايفين طبعا اعماله الهايله، هو درس الحقيقه في البدايه كان في كليه التجاره وجامعه القاهره، بعد كده التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحيه قسم اخراج وتمثيل عشان يحقق حلمه. كانت بدايته في التمثيل يعني في المرحلة الثانوية تقريبا بمشاركته في بعض الأعمال في دار الأوبرا، وبعد كده شارك في بعض المسرحيات في جامعة القاهرة، وفي عام 2007 بمسلسل ساعة عصاري، ده كان الإمام وكمان الإمام الشافعي، وبعد كده ابتدت تتوالى أعماله من بين السينما وبين التلفزيون اللي أكيد من أبرزها يعني كان مسلسل آدم وجميلة اللي كسر الدنيا، وكان يعني علم فينا كلنا كده، وكان طالع بدور شرير قوي. وكمان في رمضان اللي فات 2020 مسلسل بابلو ووجوه ومزايد الشر. معانا النهارده الفنان حسن عيد اللي منورني النهارده في صباح البلد. صباح الفل عليك يا حسن. صباح الفل. وايه الاعمال الحلوه قوي دي؟ الله يخليك يا ندى، ما تحرمش منك. الاول خليني اقول لك مبسوطه جدا ان انت معانا النهارده منورني. انا اكتر والله. وعايزه اسالك بقى، يعني من كليه تجاره وكنت كمان بتخرج بتقديرات وكنت شاطر لمعهد فنون مسرحيه، ايه النقله دي؟ بصي، هو انا كان اصلا عايز ادخل المعهد من بعد الثانوي العام. طبعا الاب والام دايما بيبقوا خايفين على اولادهم، فيقول لك لا انت خد الشهاده وبعد كده بقى شوف انت اللي انت عايزه ايه. طبعا انا خدت الشهاده في الاخر وخدوها، ما اعرفش عملوا بيهم ايه بقى، لفوا فيها حاجه اللي هو فعلا يعني فكره ان الاهل بيبقوا عاوزين ولادهم لازم يبقى معاه الشهاده المهمه من وجهه نظرهم. من وجهه نظرهم هم عندهم حق، يعني ممكن انت داخله على مجال انت مش عارفه المستقبل بتاعه ايه بالظبط، يعني هم برضو خايفين عليكي، يعني خايفين على مستقبلك ممكن. طب هل انت بقى حسن اشتغلت يعني بشهادتك؟ يعني بعد ما خلصت بقى كليه التجاره مشوار حسن ابتدى خالص مين؟ ولا اشتغلت بالتجاره دي خالص، يعني 4 سنين درستهم كنت قاعد في المسرح. المسرح، ما هو دايما اللي ما بيحققش حلمه وبيدخل الحاجه اللي حاببها، لما بيدخل الحاجه اللي اهله بيختاروها بيتجه لمسرح الجامعه. كنت معروف، كنت في ثانوي عام كنت جايب 92% كان ليا هندسه، بس مش هندسه القاهره، كان ساعتها فرحت كاتب في الرغبات. كان بيبقى عالي قوي زمان، التنسيق كان عالي، فكتبت في الرغبات كليه التجاره عشان تبقى جنب البيت. عشان ابقى رايح كليه التجاره جنب البيت واجي والمسرح وخلاص. اوكي. وكان في واحد صاحبي هو اللي بيكتب المحاضرات، وهو في الاخر جاب مقبول وانا جبت جيد جدا. جيد جدا، ومش هو اللي بيكتب المحاضرات اصلا، ده بياخد من صاحبه المحاضرات. يعني انت ما كنتش بتحضر؟ كنت بروح الصبح الساعه 9 المسرح، بروح الساعه 11 بالليل وبعرفهم في البيت ان انا كنت. وكنت تلاقي نفسك وحابب بقى عشان جدا جدا المسرح والتمثيل؟ كنت حابب، وكنت شغال مراكز شباب وقصور ثقافه وبدايه خالص. نقلت بقى بعد ما خلصت بقى وخدت شهاده ورحت اديتها لاهلك وقلت لهم خلاص انا كده عملت الجزء اللي انتوا عاوزينه، اشوف نفسي بقى، حد اعترض؟ ما قلتلهمش. ايه ده؟ لا احكي لنا. ما ينفعش ان انت تتخرجي وتشتغلي في المجال بتاعك هنا، يعني كان معروض عليا ان انا اشتغل في المجال بتاعي، فالمجال بتاعي اصحى الساعه 9 الصبح اخلص شغل الساعه 3 في شركه كمحاسب، فهتروحي خلاص يومي خلص، فمش هتشوفي انت عايزه ايه. فكنت عايز اهرب من الحته دي علشان يومي ما بقاش روتيني، انا كمان ما كنتش بحب الروتين. فانا كنت اصلا واخد محاسبه اداريه، محاسبه اداريه ده انا كنت شاطر جدا، خلي بالك في كليه التجاره برضو في المحاسبه بس دخلت الامتحان دماغي وقفت، معرفش كان في ايه. فخدت شلت المحاسبه الاداريه. اوكي، طلعت بيها يعني، شال الماده. طلعت بيها، شلت الماده. فعلشان اشيلها لازم اقعد سنه. علشان سنه ضاعت عليا، تقديم المعهد في شهر 8 وانا امتحاني اصلا في شهر 9. عملت ايه؟ طب هعمل ايه؟ طب هضطر ان انا اتخرج واخد الشهاده في شهر 9 واشتغل في مجالي وخلاص بقى، شكرا. وتروح عليك المعهد؟ وراح علي المعهد ولا اعمل ايه؟ ساعتها انا كان عندي حد قريب يعني، قلت له بص انا عايز، هو كان عنده هيلث كلاب في مرسى علم. اوكي. فقلت، قال لي انت محاسبه وتجاره وبتاع، طب ما تيجي مانجر في الهيلث كلاب ونمسكه ونعمل بيزنس مع بعض. عنده نادي صحي. فقعدت 8 شهور مانجر هيلث كلاب. اوكي. في مرسى علم قعدت 8 شهور دول بحيث ان انا اهرب من الزن هنا. اللي هو ايه، مش عايز اتحط في الروتين او. طب شاطر، عرفت اتصرف. ونزلت من هناك يعني قعدت احضر مشاهد لغه شكسبير، خدت المشاهد المسرحيات العالميه شكسبير، وكنت
عامل في مسرح اسمها جواز على ورق الطلاق تاليف الفريد فرج، ده كانت بتتعرض على مسرح السلام. الفنان وفاء عامر. طبعا. وكان في مشهد للفنان اللي معاها بيعمل مشهد تنس حوالي ربع ساعه على المسرح وبتاع، فبدات اجيب النص واشوف المشهد التنس ده والعبه بمايم واعمل انا الحركه هناك. كان عندي الشاليه بتاعي فبالليل اروح واخد الكرسي والمش عارف ايه واروح عامل الديكور بتاع ماكبيث فاهمه، واقعد اتدرب على المخارج الالفاظ والتشكيل والنحو والتنس. نزلت لعبت تنس واعرف المضرب نفسه والكوره نفسها. انا ما كنتش بتدرب اصلا ما كنتش بتدرب، بس كنت بنزل العب تنس علشان اعرف، لان ما كنتش بلعب في المشهد كنت بعمله مايم. فلازم ان انا الحيز بتاع المضرب ده اعرف المضرب بيتمسك ازاي، اعرف السيرف بيعمل ازاي الكوره، فكنت بنزل العب حقيقي علشان في المشهد يفيدني. وبدات ان انا اشتغل معاه في الشاليه نفسي وعملت المشهدين. حتى لما دخلت المعهد دكتوره سمير محسن، عايزين ايوه اللحظه بقى دخولك المعهد. دخلت المعهد قدمت في المعهد طبعا في القبول وبعدين رحت مسافر تاني. اوكي. فواحد صاحبي قال لي ده اسمك نازل في اللي ناجحين في القبول. يلا عشان انت داخل في ورشه هتدخلها اسبوعين. اوكي. فرحت سايب ونازل الورشه تاني وراجع تاني. برافو عليك. قال لي انت نجحت. عايز اقول لك لميت حاجتي ورحت جاي على القاهره وما قلتلهمش هناك ان انا سبت ولا ما عرفتهم صح. ما عرفتش اي حد. وفي الاخر خالص فوجئت قلت لهم انا في المعهد. ما صدقت يعني صدقت موهبتك وفضلت وراها يعني ما تخليتش كده وقلت لا انت بتحب التمثيل. كنت رايح العب كوره في مركز شباب الجزيره وبعدين كان في مسرحيه اطفال كده شغاله، دخلت اتفرج عليها عجبني الجو عجبني الجمهور، الجمهور بيضحك، اطفال بنقدم حاجه للاطفال ده انا بسعد الاطفال ومش عارف ايه. طب انا عايز اقدم في الفرقه حبيت. اشتركت. بدا المشوار بقى. الله عليك. طيب دخولك بقى في مسلسل زي مسلسل ادم وجميله، طبعا ده كانت يعني بدايتك القويه او بدايتك القويه. طبعا مسلسل ادم وجميله مفيش حد ما اتفرجش عليه، كان مسلسل قوي جدا نجح نجاح كبير جدا، وانت كنت عامل فيه الدور يعني جامد واقنعتنا انك شرير ورخم وتعبنا منك طول المسلسل. هو بنشوفك كده متضايقه قوي مني جدا جدا، اللي هو كنت مع ان هو الشخصيه اصلا اتعدلت في الاخر وبقى يصلي بس عجلبتنا معاك طول المسلسل عشان تتعدل وتعبت قلب امك في المسلسل. عندك جميله كانت بريئه جدا جدا. والفنانه جميله يسرى اللوزي وفي حب ما بين حسن وما بين يسرى، فانا العقبه الوحيده اللي في النص فكانت الناس مش طايقه. لا ووصلت بقى لمرحله السرقه والبتاع، كانت في مراحل كده في الدور يعني لا عملتها حلوه قوي، كانت كل الناس مين ده مين ده مين ده. الاستاذ احمد سمير فرج طبعا اللي كان مرشحني كان دفعتي وصديقي واخويا حسن الرداد هو اللي كان مرشحني الاستاذ احمد سمير فرج، وكان اول عمل اشتغله وانا في المعهد واتعرف بالاستاذ صادق الصباح والاستاذ انور الصباح. كنت لسه في المعهد. كنت لسه في المعهد يعني عملت دور ادم وجميله وانت لسه بتدرس في المعهد سنه رابعه. وكان اول عمل يعني اعمل دور كبير ومع شركه محترمه مع زي الاستاذ صادق الصباح وانور الصباح واخراج الاستاذ احمد سمير فرج. كنت متخيل النجاح ده؟ لا ما كنتش متخيله. كان مسلسل اول مره مسلسل 60 حلقه ينزل وكانت فكره جديده والدور كان شرير جدا وكنت حابب تحولات كتير يعني. الاستاذ احمد سمير فرج طول التصوير قال لي هو انت بجد بتشرب حاجه؟ انت كنت فعلا انت فاهم قلت له ولا اي حاجه سيجاره مفيش اصلا ما بتدخنش ولا حسن. اي حاجه حسن اصلا ما بيدخنش، ما بيدخنش اصلا مدمن جبار بيسرق عشان يشتري الحاجات دي فادخل. بس هو ايه يعني في مشاهد كانت بتتطلب ان انا تعمل ادخل تدخن تشرب سيجاره في مشهد فاللي هو ما بيدخنش فبيجي ياخد النفس تحس نفسه ان هو صدع اصلا فبحس ان انا عملت ادمان سيجاره فكل شويه يقول لي هو انت بتشرب؟ قلت له لا والله خالص وبتاع فالحمد لله ربنا وفقني في العمل ده يعني والنجاح بقى اهلك بعد ما شافوا بقى العمل واتعرض خلاص بقى اقتنعوا بقى الحمد لله ما يعني مش فرحانين بيك كده جدا
وكان عارفه انا برضو والدتي من النوع اللي هي بتقعد بتشوف الدور فتقعد تشتمني وبتاع تتاثر اللي هو كده بتعمل كده ليه بتتاثر بالشخصيه جدا اللي هو انا عايزه اربي ابني بقى مش متخيله ان ده ابني اللي انا ربيته وتعبت فيه الخجول اللي بيتكسف ومش عارف ايه يبقى هو ايوه طيب رحنا بقى بعد كده عملت في رمضان اللي فات عملت طبعا ادوار كتير بين السينما والتلفزيون وعملت السنه اللي فاتت الحقيقه دورين مختلفين تماما عن بعض في مسلسلين كانوا من اهم المسلسلات اتعرضت في السباق رمضاني ال 2022 هو طبعا بابلو ووجوه المسلسلين دول الحقيقه كسروا الدنيا دورك فيهم كل واحد مختلف تماما عن التاني ازاي قدرت تعمل دورين في نفس الوقت بتبقى صعبه قوي على المسلسل بصي هو الممثل بيبقى متعته ان هو يشبع رغباته في ان هو ينوع ما بين الادوار يعني ممكن في نفس الوقت يجي لك دور صايع ودور صايع بس ازاي تعملي ده مختلف عن ده يعني انا برضو في دلوقتي في دورين معروضين عليا حاره شعبيه بس ده هعمله بشكل ايه وببتدي ادرس الحاله الاجتماعيه واصوله وممكن يبقى حد لكنه فلاحي شويه من اللي هو والتاني بيبقى صايع جدا قاهري صايع قاهري صايع فبتحاولي ان انت توجدي فرق حتى لو الدورين قريبين من بعض بتقعد تذاكر يا حسن قبل الدور جدا يعني طب في رمضان اللي فات يعني الموضوع يعني خد منك مجهود كبير كنت قد ان انت طبعا كنت قد وكسرت الدنيا والعملين كانوا روعه سواء في بابلو او في وجوه المسلسلين طبعا يعني كل التحيه وتقدير لابطال المسلسل وليك طبعا لانك كان دورك كان مهم جدا وكان يشد يعني في بابلو انت كنت متجوز الفنانه الجميله أروى جوده وحبيتها مع ان كان الجواز الاول مصلحه وهي راحت خانتك وخلي بالك بابلو برضه صراع ما يعني هي بتحب حسن بابلو وانا جوزها وبس في جواز مصلحه بيزنس بس انت كنت بتحبها في المسلسل انا كنت بحبها ووجوها كان جوز اختي الفنانه الكبيره حنان مطوع طبعا كل التحيه للجميله حنان مطوع اكيد والحمد لله العملين انا شغال مع الاستاذ محمد حمائي والاستاذ معتز حسام الاثنين مخرجين كبار وبيعرفوا ياخدوا التفاصيل قليل قوي ان المخرج يقعد مع الممثل ويقعد يتناقش معاه في الدور وفي المراحل بتاعته ويتناقش معاه في التفاصيل وانا بحب ده يعني ما بحبش اللي هو فكره ان التمثيل مسؤوليه كل ممثل لا ما بحبش في ناس دي مدرستها وفي ناس لا ناس انا اقعد اتناقش معاك انا احب المخرج حاجة. المخرج اللي بيطلع من جواك بيقعد معاك على كل التفاصيل دي انا فالحمد لله ربنا وفقني ان انا مع اثنين مخرجين يعني طيب رمضان ده بقى هنشوف حسن عيد في ايه يعني في مسلسلين انت لسه قايل دلوقتي مسلسلين ودورين مسلسلين انا بقراهم دلوقتي بس هم عاجبني جدا وفي تحدي جدا ان الواحد يعمل الدورين برضه هم قريبين من بعض امال ليه شايفينك بقى في الحته دي هل انت بتعمل الشر حلو قوي وبتعمل الصايع حلو قوي ما هو بس انا قعدت فتره كبيره ما الادوار دي برضو ابن الناس ورجل الاعمال دي الفتره اللي فاتت انا كنت بعملها لكن السنه دي اول مره يجي لي الادوار دي بدات بقى ترجع تاني من بعد ادم جميله بقى انت كنت قعدت فتره ما تعملش ادوار اتحطيت برضو في حته تانية لإما صعيدي صعيدي برضو انت برضو في الصعيدي بتتقن اللغه او اللهجه الصعيديه بشكل يعني انا بحب رهيب. الصعيدي جدا لان انا اصلا صعيدي صعيدي يعني اجدع ناس واحلى سلام للصعايده وما كنتش اصلا يعني انا مولود في القاهره ورحنا يعني صورنا يونس ولد فضه مع الاستاذ عمرو سعد والاستاذ احمد شفيق رحنا انا بقى اول مره كنت اروح محافظه انا واتفرجت على الاقصر والجمال بتاع الصعيد وهل احتجت بقى مصحح لهجه ولا لا؟ طبعا كان معانا مصحح لهجه الاستاذ عبد النبي الهواري ما شاء الله عليك بدري ولازم انا يعني لازم اقعد معاهم لان خلي بالك لكنه الصعيدي بتختلف من السوهاجي للقناوي البني سويف اسيوط كل محافظه بيبقى ليها مختلفه لهجة طبعًا. ليها لكنتها وانت شاطر بتجيب اللهجه واللكنه مظبوط اجدع ناس انا قعدت اربع سنين كمان في الكليه التجاره بعمل فلاحي
كمان آه. الله عليك ده احنا هنشوف اعمال بقى في رمضان الجاي ده ان شاء الله يا رب الدنيا. ان شاء الله والاثنين يبقوا احسن من بعض ان شاء الله. هنشوف حسن عيد في سينما قريب في مشروع كده حاجه كده سايكو دراما و سايكو حد مريض نفسي حاجات ايه فموضوع برضو صعب جدا وعايز ترتيب وعايز ان شاء الله نشوف حاجه مختلفه وتكسر الدنيا. ايه رايك نلعب لعبه كده سريعه مع بعض وهنحكم عليك في الاخر حكمين سواء كسبت او خسرت وهنحكم عليه دي معروفه. ماشي. امثال شعبيه بقى ليك في الامثال الشعبيه يعني هقول لك اول المثل وانت تكمله ماشي وما معكش وقت كتير. ماشي. اطبخي يا جاريه مش عارف ايه يا جاري ايه ده اطبخي يا جاريه كلف يا سيدي. يا سيدي صح اول واحده ما عرفهاش. طيب والله عارفه يا مأمنة للرجال يا مأمنة في مش عارف ايه في الغربان يا مأمنة الميه في الغربان يعني ماشي ماشي اللي جوزها يقول لها يا عوره الناس ايه بقى ها؟ لا مش عارف الناس ايه يعملوا بيها ايه كده يلعبوا بيها في الكوره يلعبوا بيها في الكوره يلعبوا بيها في الكوره طب جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح والنبي شاطر. طيب مرايه الحب عمي برافو درب الحبيب زي اكل الزبيب يا واخد القرد على ماله يروح المال ويفضل القرد على حاله معروفه يروح المال ويفضل القرد على حاله. طيب لا يرحم ولا يسيب ولا يسيبنا ايه ده دي بنقولها على طول دي في ناس كتير كده طيب اهي ليلة وفراقها اهي ليلة وفراقها ايه بقى لا مش عارف دي بقى ليه صبح صبح هو ده مثلا ايوه الحزن يعلم الحزن يعلم ايه الشطار ولا ايه الحزن بيعلم ايه يا جماعه والله الحزن بيعلم البكاء طب والفرح بيعلم ايه دي حكم ولا امثال لا والله العظيم دي امثال والله طلع طيب. فنانة يعني ما لوش غير في الأمثال الإيه الخفيفة خفيفة يعني عرف يا واخد القرد على ماله الحاجات دي أنا يعني عايزين حاجات من طيب ما احنا قلنا هو الفرح يعلم إيه الفرح يعلم الزغاريط أيوة زغرت له زغرت له عشان يعرف إن الفرح يعلم الزغاريط بس شاطر والله عارف شوية يعني شوية عارف شوية طيب عايزين بقى نقول للناس اللي ما تعرفش إن حسن عيد اتجوز متأخر خدت خطوة الجواز متأخر أيوة. صح مظبوط طيب ليه خدت خطوة الجواز متأخر الناس عايز تعرف برضه بصي أنا كان يعني أنت بقاله سنة بس متجوز بقالي سنة ليه بقى سيبك من اللي بيقول لك الفن والفن ده بياخد وقتي والكلام ده مفيش أمال إيه أنت كنت خايف من خطوة الجواز لا مش خايف أنا من نوعية الناس اللي لما باخد خطوة ما بعرفش ان هي يعني مش عايز ما بحبش الانفصال اوكي اخطب يبقى اخطب عايز تختار صح اختار صح عشان لما وقت يعني عشان لما اخطب يبقى هي اول خطوبه اتجوزت جزائريه لا تونسيه تونسيه طب وما خفتش من يعني اختلاف الكالتشرز يعني الثقافات لا واللهجة واللغة عم بتعمل ايه في موضوع اللهجة ده بتفهمهم؟ بفهمه جدا بتفهمها. جدا بس عندي مشكلة في الفرنساوي اوه هي دي المشكلة الوحيدة اللي هي بقى كتير ها لكن اللهجة نفسها خلاص اتعودت عليها اتعودت عليها وتمام انت حبيتها بقى عشان كده اخترتها جدا جدا بيحبك يا ستي بيحبك يا ستي يعني في تفاهم واحنا الاثنين برج الثور ففي تفاهم طب هل الاثنين نفس البرج ده الموضوع بيبقى لطيف؟ الموضوع في تفاهم جدا او ممكن بتبقى حسب التربيه وحسب الثقافه وحسب التفكير برضو نستنى بيبي قريب بقى صح؟ يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونورتني بصباح البلد الفنان الجميل حسن عيد وربنا يوفقك يا رب في حياتك المهنيه وحياتك الشخصيه وتكسر الدنيا دايما ودايما تمتعنا باعمالك يا رب يا حسن عيد بشكرك جدا شكرا جزيلا كان معانا الفنان الجميل حسن عيد وفاصل صغير نرجع نكمل باقي فقرات صباح السعادة وصباح الرضا وصباح الخير على كل مشاهدي صباح البلد. في ناس كثيرة جدا بعتت أسئلة كثيرة على صفحة الفيسبوك وقررنا إن احنا نعمل بقى فقرة كاملة وسجمنت كاملة نرد فيها على كل أسئلتكم بس اسمحوا لي الأول أرحب بقيمة العلمية الكبيرة الموجودة معايا النهاردة في استوديو صباح البلد دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الصدرية والبطنة والمستشار الطبي لشركة AMD أهلا بيك يا دكتور مصطفى منورنا صباح الخير كده وعايزين يعني أمل نديه لناس كثيرة علشان
هم باعتين اسئله ويعني بيرجوا حضرتك ان احنا نحلها لهم بطريقه أكيد. يعني حل نهائي اكيد. هنبتدي بالايدج جروب الصغير شويه، يعني احنا طبعًا. ايه هنمشي كده خطوات فئه عمريه مع الناس علشان ننظم الاسئله. اتفضل. اول سؤال جاي من ام بتقول انا ابني عنده 8 سنين كل ما انزله المدرسه يرجع لي بحاجه، مره سخونيه اوديه للدكتور، اوديله مثلا اديله ادويه يقعد اسبوع في البيت، بعد كده يرجع لي تاني بمرة تاني، كل شويه انزله المدرسه يرجع صحته بقت دايما من المضاد الحيوي وهو لسه 8 سنين صعبان عليا ان انا كل شويه مضاد حيوي ومضاد حيوي علشان يشفى، تعمل ايه؟ هل كلوسيز ممكن ينفعها ولا لا؟ طيب هو مبدئيا المثال اللي حضرتك بتقوليه او الطفل اللي عمره 8 سنين ده في منه كتير جدا جدا في بيوتنا كلها. بل ان فعلا امهات كتير جدا حرفيا بتبقى تعبانه جدا من القصه دي، ان ابنها ما بيلحقش انه يقدر يدخل يخلص من دور تعب، يروح يخلص الاستشاره عند الدكتور يومين ثلاثه ويبدا اعراض ثانيه حاجات ثانيه. تمام. طيب هو مبدئيا كده لابد ان احنا نقدر نحط ايدينا على الغلط فين. الغلط في ان الطفل هو في الاول وفي الاخر بيروح دار رعايه نهاريه اللي بنسميها المدارس، الحاجات النيرسري، الكلام ده كله ايا كان فئه العمر بتاعته، هو هناك بيختلط مع الاطفال. لما بيجي يختلط في انواع كتيره جدا من الفيروسات والبكتيريا بيبدا يتعرض ليها، ممكن يكون وغالبا ما يكونش يتعرض ليها قبل كده. ليه؟ لان بنقول التاريخ المرضي بتاع الراجل الطيب ده بيبقى لسه صغير بمعنى صح ما قدرش يكون تاريخ مرضي لحاجات كتيره قوي. فالنقطة اللي هنا بقى لابد ان احنا نلعب على جهاز المناعي. زي ما حضرتك بتعملي اللي عليكي وبتجري عند الدكتور وبتروحي وبتجيب الادوية وبتديها لابنك وكل الكلام ده، لا انت مفتقدة حاجة مهمة قوي. إيه بقى؟ ان انا انمي جهاز المناعة. وعلى فكرة الأم المصرية أم ذكية جدا من حيث ايه؟ ان هي تيجي لما تيجي في الاستشارة يا دكتور اديني حاجة للمناعة. هي اوريدي بفطرتها بتقول لك كده. ان الحتة دي بقى احنا بمسكنها دلوقتي مع بعض، ان مش اي حاجه نقدر ناخدها بتقوي المناعه، لابد ان الحاجه دي هل بتقوي مناعه الجهاز التنفسي؟ هل بتقوي مناعه الجهاز الهضمي عندي؟ على حسب انا ابني بيشتكي من ايه. اوكي. كلوسيس في القصه دي بيقدر يجاوب على النقطه دي جامد قوي، ازاي؟ لما اجي اتكلم على طفل بيشتكي في فصل الشتاء فغالبا بيشتكي من امراض الجهاز التنفسي بوجه عام العلوي او السفلي. تمام. طيب هل الكلوسيس كويس في القصه دي او هل الكلوسيس هيرفع مناعه الجهاز التنفسي؟ عموما بنسبة من 60-70% هيرفع مناعة الجهاز التنفسي. ليه؟ لما يحتويه من كومبوننتس، مكونات، احنا بنتكلم على فيتامين ألف ودال والأوميجا 3. دلوقتي أنا بفترض إن الإصابة حصلت، يبقى أنا لازم أصعب الموضوع على اختراق البكتيريا أو الفيروس لجسمي. أوكي. وده عن طريق فيتامين ألف، إزاي؟ فيتامين ألف هو مسؤول عن سلامة الأغشية المخاطية للفم والأنف والعين. يبقى إذا في حالة اختراق الفيروس للأغشية المخاطية دي، لو الموضوع سهل يبقى اقل فيروس هيقدر يخترق واقل حاجه تعمل لي عدوى. لكن لما صعب الموضوع يبقى دي اول نقطه عندي او اول حائط صد. بلس ان مش كل دور برد يجي لابني او بنتي هيجي ينزل على صدره، ودي نقطه مهمه قوي لابد ان احنا ننتبه ليها. ان انا كطبيب بخاف وبقول لابد انك تتجه لطبيب مختص في حاله حدوث قبل ما يحصل عندنا التهاب رئوي او نزله شعابيه او تلوث في الدم او اي حاجه من دول. انا بخاف. طيب ايه اللي يقدر يمنع القصه دي ان يبدا يتدهور الوضع؟ فيتامين د. مهم جدا جدا الجهاز التنفسي السفلي. عشان كده انا بقول لو انت عايزه انفست في ابنك صح تستثمري، يبقى استثمري في الجهاز المناعي. أوكي. واستثمارك للجهاز المناعي مرتبط ارتباط وثيق بفيتامين الف ودال والاوميجا 3 اللي هي مكونات الكلوسيس. فانصح ان هي تبقى في الحاله زي دي تاخد كبسوله واحده في اليوم عشان 8 سنين جرعه واحده وتستمر عليها. يا جماعه انا ما باخدش الكلوسيس مش دواء، الكلوسيس مكمل غذائي باخده عشان خاطر استمر بيه. فطول ما انا معرض لي ان انا اقدر استقبل بكتيريا وفيروسات من اي حد او من اماكن تجمعات لابد ان انا اكون مستمر عليه. طب ايه الحاجات اللي ممكن يا دكتور قبل ما ندخل في السؤال اللي بعد كده، لان انا عارفه ان ده على اذهان ناس كثيره جدا بيتفرجوا علينا، ايه الحاجات اللي ممكن تضعف المناعه في حياتنا اليوميه، حاجات بنعملها في حياتنا اليوميه ممكن تهد المناعه عندنا؟ ان الطفل ما بينامش عدد ساعات كفايه. ده رقم واحد. يعني انا بالنسبه لي مثلا ان عدد ساعات الكافيه بالنسبه له 8 ساعات نوم. اوكي. طبعا وبيكون في فتره معينه، ما يجيش انيمه مثلا من واحده بالليل واقول هصحي 10 الصبح او 12 الصبح 12 الظهر، لا ده كده مش صح. النوم الصحي بتاع الطفل اللي هو حتى في مراحل النمو، لان الطفل بينمو اثناء النوم، ودي نقطه مهمه جدا ان لازم ينام بدري
ويصحى بدري ما فيش مشكله، ده افضل شيء. طيب النقطه الثانيه التغذيه الصحيه، ان انا ما باكلش ابني اي حاجه. في امهات كتيره تضطر ان هي مثلا عشان في بتعمل والكلام ده باخد ابني واضطر ان انا اكله في حاجات فاست فود من بره، فده لا ده غلط. احنا بالنسبه لنا الهيلثي فود بالنسبه لنا اكل البيت، الزيوت اللي بتستخدميها زيوت صحيه، الكلام ده كله. غير ثالث حاجه ودي لابد عدم الاستعانه بالمضاد الحيوي بصفه مباشره. ان يعني هو يبقى اول مش حل كل حاجه سهل اجري ياخد المضاد الحيوي. لان اتاكدي تماما انك انت بتسهلي قوي قوي على الدور الجاي انه يجي بسرعه. طبعا بتسهله، بتسهله جدا. طب ما هي عايز ما يخف بسرعه، هي خايفه لا يكون حاجه تانية او ان هو مثلا يتطور لمرض تاني او يتعب قوي. طول عمري بقول للمريض بتاعي بقول له الحاجه اللي بتيجي بسرعه بتروح بسرعه. يعني انت زي ما انت عايز تخفف ابنك بسرعه ومش عايز ان الحرب دي تبقى بمعنى صح يزداد فيها الجهاز المناعه ويزداد خبره اكتر، طول ما انت بتسهله بالمضاد الحيوي بتركن الجهاز المناعه على جنب وبتقول المضاد الحيوي اشتغل وخلي الجهاز المناعه ملوش اي قيمه بالنسبه لي. طيب في استاذه نهى بقى عندها 45 سنه بتقول انا ما كنتش باخد فيتامينز، يعني بما معناه ان هي يعني ما تعرفش برضو اي فيتامينز بتعمل ايه بالظبط، وبدات كمان اطرافها تحرقها او توجعها. هل هي مريضه معينه مرض مزمن معين؟ هي ما ذكرتش حاجه زي كده. طيب هي بتقول هل كلوسيز ممكن يساعدني في حاجه زي كده ولا لا؟ طيب هو مبدئيا 45 سنه هنفرض فرضين. اوكي طالما هي ما قالتش يبقى هنقول لو هي صاحبه مرض مزمن زي الضغط او السكر، هي فعلا يجي عليها الشتاء وبتعاني من تنميل في الاطراف. أوكي. وممكن الاحساس بتاع الاطراف بيبدا يقل. طب ليه؟ اطرافنا دايما هي فيها الياف عصبيه، واغنى الياف عصبيه بتبقى موجوده في الاطراف عشان الاحساس بيها يبقى عالي. اوكي طيب احنا بالنسبه لنا مرض زي مرض السكر للاسف هو بيعمل عمليه تاكل في الاطراف، الالياف العصبيه بتاعت الاطراف، لدرجه اني انا فعلا ممكن امشي ادوس على حاجه ما احسش بيها او المس حاجه ما احسش بيها. في الشتاء كمان بالذات بتزيد الموضوع ده. أوكي. طب هل الكرسيز هيفيدني؟ الكرسيز بيحتوي على اوميجا 3. الاوميجا 3 بتعمل زياده للالياف العصبيه للجسم بنسبه 30%. اوكي طب عرفت ازاي يا دكتور؟ احنا اتفقنا ان في تجربه اتعملت في القصه دي ان منطقه قرنيه العين هي المنطقه الوحيده اللي نقدر نشوف فيها الالياف العصبيه بصوره واضحه وبصوره كثيفه. تمام. لما ادينا فتره طويله من الكولوسيز للاشخاص اللي بيعاني من النقطه دي لقينا في زياده في الطول الالياف العصبيه بنسبه 30%. اوكي وفعلا مع الفيتامينز القويه للاعصاب اللي بتاخديها مع الكولوسيز بيبدا يدي تحسن غير طبيعي حلو جدا في القصه اللي زي كده. طيب استاذ احمد بيقول ان بابا عنده 65 سنه ولسه طالع من دور نزله شعبيه، وبعد كده حس ان بابا النشاط البدني بدا يقل، مش عايز يمشي كتير، ما بيتحركش كتير، دايما تعبان، دايما مرهق، هو مش عارف الحل ايه وده نتيجه ايه. هو ممكن يكون ساعتها الوالد في القصه اللي زي دي عندنا قسمين في الموضوع ده. ممكن طبعا يبقى حاله من حالات الاعياء والاجهاد البدني والنفس الجسدي ليه نتيجه خروجه من النزله الشعبيه سواء كانت حاده او غير حاده. فبالتالي بيبقى محتاج لمكمل غذائي عشان يقدر يديله الباور والطاقه. تمام. النقطه الثانيه ممكن يكون حاجه سيكولوجيا ان هو اوريدي في حاله نفسيه او بمعنى صح نفسيا اتضر من الاصابه اللي زي دي. في كلتا الاحوال سواء كان كده او كده انا بالنسبه لي الكولوسيز هيبقى حل قوي جدا لي. اشمعنى؟ احنا اتفقنا ان ده ان في السن ده بيفتقد ممكن للطاقه، دي رقم واحد، فهو محتاجها. الاوميجا 3 اللي في الكولوسيز بتدي له 4 أضعاف الطاقه زي ما قلنا في حلقات قبل كده مع حضرتك. دي قصه. القصه الثانيه هو اوريدي ممكن يكون 65 سنه بيبقى فيه نوع من انواع الاكتئاب البسيط نتيجه العزله الاجتماعيه او نتيجه ان هو ما بقاش مختلط زي قبل كده زي تغيير زمان. بقى نمط الحياه. طبعا تغيير نمط الحياه. فبالتالي انا انصح بالكولوسيز لان نسبه السيروتونين في المخ بتبقى قليله، وده هورمون مهم جدا جدا بالنسبه لنا بنسميه هرمون السعاده. طب ليه؟ عشان بيمنع من عندنا نوع من انواع الاكتئاب او نوع من انواع العزله اللي الشخص اللي بيميل ليها بصفه اكتر. أوكي. فبالتالي هيبدا الوالد بعد ما بياخد الكولوسيز بيبدا بعد كده بيبدا تحسن في الحياه، في نمط الحياه بتاعه هيبقى فيه تحسن حلو قوي. طب استاذه منى بتقول انا عندي 23 سنه و بيعملوا بروجيكتس كتيره في الجامعه، ما عندهاش عدد ساعات كتير للنوم، هل الكولوسيز ممكن يديني الطاقه دي ان انا اقدر انتج اكتر واروح واجي؟ هي مش هتقدر ان هي تحصل على
كميه من ساعه النوم اللي احنا بنتكلم عليه؟ بصي، هو مبدئيا طبعا القانون رقم واحد للطبيعه، أيوة، لابد ان الانسان ياخد عدد ساعات النوم الطبيعيه بتاعته. ولكن هل الكولوسيس هينفعها؟ الكولوسيس هينفعك جدا في القصه اللي زي دي، بس هينفعك لفتره قد ايه؟ يعني لو انا بمر بفتره صعبه في حياتي ان انا محتاج اركز في بروجكت معين، في مشروع معين بعمله، أوكي، مفيش مشكله. طبعا مكمل غذائي الكولوسيس هينفعك جدا بما يحتويه من فيتامين د اللي ضد الخمول، ضد الكسل، ضد الاكتئاب، وبرده الاوميجا 3 اللي هتديك الطاقه والحيويه والنشاط بتاعك، مفيش مشكله. بس في الاول وفي الاخر الطبيعه هي اللي بتغلب. بمعنى الطبيعه بمعنى ايه؟ ان لابد ان انا ممكن اقدر اخد الكولوسيز في الفتره اللي هي بعاني منها من التعب والارهاق. هل ده معناه ان انا ابطله بعد كده؟ لا، هو مهم جدا جدا، مش للطاقه بس والحيويه والنشاط، هو مهم لحياتي بعد كده، لجهاز المناعي، لحاجات كتيره جدا. ولكن هيقدر يسندني في القصه زي دي؟ طبعا هيسندك، وبالذات لو كانت فتره محدوده مش مفتوحه. طيب، في هنا استاذه رشا بتقول ان هي عندها مرض الضغط والسكر، هي عندها الضغط والسكر، تمام، مديها بالطاقه والحيويه والنشاط، وهينفعها برضه في نقطه حلوه قوي، انه هيبدا يدعم وظائف الجسم انها تبدا تحافظ على ضغط الدم يبقى منتظم، أوكي، وكمان يحافظ على نسبه السكر في الدم، لان هو بيزود نسبه الانسولين اللي بينتجها الجسم، وده عن شهر يقدر يتحكم في زياده نسبه السكر، أوكي، وبرضه بيقلل مقاومه الانسولين عندنا. فبالتالي هي هتقدر تستفاد من الكولوسيز من ناحيتين، أوكي، الناحيه الوقائيه والناحيه العلاجيه، وهو لا يتعارض مع بالنسبه لي مع ادويه السكر والضغط خالص بتاعتها. طيب، استاذه بسمه بتقول ان هي عندها مرض الغده الدرقيه، والدكتور بتاعها بيقول لها لا، انت يعني اي حاجه تجيلك تاخدي مسكن واحد، هي طبعا الكتروسين، يعني على دواء الكتروسين، وهي بقت خايفه وعندها فوبيا حتى ان هي تاخد مالتي فيتامين، ان هي تاخد اي حاجه، وهي برضو ما بقاش عندها طاقه زي الاول. يعني هي كاتبه لنا برضو ايه، انا بحاول الخص اللي هي بتقول، ما بقاش عندها طاقه ان هي تقوم وان هي تباشر برضو يعني البيت واولادها وكده، تعمل ايه؟ طيب، هو مبدئيا هي فعلا كلامها مظبوط، ان في فيتامينز كتير ما تبقاش مسموحه انها تقدر تاخدها الا باستشاره طبيب او طبيب معالج، ولكن الكولوسيس في القصه اللي زي دي بما يحتويه من فيتامين الف ودا والاوميجا 3، لا، هو امن جدا جدا معاها. هو بالنسبه لها طبعا لابد انها تكون مظبطه نسبه الغده الدرقيه عندها، وده مهم جدا بالنسبه لنا، عشان تقدر تظبط نسبه الالتروكسين اللي بتاخدها، سواء كان 50 او 100 ايا كان اللي هي بتاخده. فبالنسبه لنا احنا القصه اللي زي دي لا يتعارض تماما معانا، ان نقدر الكولوسيز يقدر يمدها بالطاقه عن طريق بما يحتويه من اوميجا 3 وفيتامين د طبعا. وغير كده ولا كده، في الحاله زي دي هي ممكن يبقى عندها مشاكل في موضوع الشعر، سقوط الشعر او خلافه، فجزء نفسي برضه، او موضوع السمنه ممكن يبقى، هل في سمنه زياده او خلافه. النقطه دي طبعا الكولوسيز هيبدا ينتبه ليها بما يحتوي من فيتامين الف. أوكي، فيتامين الف مهم جدا، لانه بينظم وظائف الغده الدرقيه، تمام، وده من احد الاسباب الرئيسيه لفيتامين الف، او بمعنى صح الوظائف الرئيسيه ليه طبعا. وفيتامين د برضه ده مهم جدا بالنسبه لنا، عشان حتى لو بتمر بلحظات من التعب النفسي او الاكتئاب او خلافه، لا، بيبدا يقدر يسيطر على النقطه دي. الله، اسئله كثيره جدا جدا يا دكتور مصطفى، وان شاء الله هنعمل لها حلقه جايه، لان يعني كلها ديتيلز وتفاصيل حلوه قوي ان احنا نقولها ونعرضها علشان الناس برضو تستفيد من خبره حضرتك. اكيد اكيد، انا بشكرك شكرا جزيلا لوقتك، دايما منور. ميرسي جدا. بشكر دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض الصدريه والبطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.